ومن خصائص يوم الجمعة أنه عيد متكرر في الأسبوع، بل جاء عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو سيد الأيام وأعظمها، بل قال في تتمة الحديث: وأعظم من الأضحى والفطر. وهذا لا يتعارض مع ما جاء عند أبي داود: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وقد بينا ذلك في ذي الحجة، في خطب ذي الحجة بينا ذلك، من أن أفضل أيام السنة هو يوم النحر يوم الأضحى، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة.